منذ بدء تطبيق حظر التجول لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد، استغلت وزارة الأشغال فرصة الحظر وشرعت في أعمال إصلاح وصيانة الطرق المتضررة والتي كانت محل شكوى شعبية واسعة. وخلال الفترة الماضية شهدت الطرق نسبة إنجاز في العمل وصفت بالمرتفعة. مراسل اي تي في العدالة فهد الزايد استطلع الآراء حول تغير حال الطرق وجاء بالتقرير التالي. لحد الآن في شوارع قاعد نشوفها ان لحد الآن مثل ما هي كانت في السابق. نتمنى ان شاء الله في الأيام القادمة ان شاء الله تكون يعني خدمات هيئة الطرق ان شاء الله تكون افضل وافضل. لا زالت ان في بعض انا اشوف في بعض الشوارع الداخلية قاعد يصير عليها ترميم، بس عملية تبليط الشوارع مرة ثانية قاعد تتأخر. فهذه نتمنى شوية عملية التسارع خصوصا احنا بأيام حظر يعني. اي الشوارع من ناحية الشوارع صارت وايد زينة. اي الأمور كلها صارت تمام يعني. بعد ما صارت الأزمة طبعا الناس كانوا موجودين في البيوت، كان لهم فرصة وزارة الأشغال انهم يشتغلون براحتهم، وطبعا هذا يعني بين انه طبعا الشوارع نظيفة، الحفر انتهت. الحمد لله في جسور طلعت جديدة. والله نعم، من ناحية الخامس كله تعدل، ما في حفر، ماكو هالكلام، صار توسع حق الشارع، حتى حارس الأمان فتحوا خلوها صايد يعني. الحين حتى الحين شغالين على السادس. يسوون شغالين الشباب يعني. الحمد لله. يعني تشوف في تغيير وايد صار. أي نعم والله وايد. يعطيهم العافية، مجهودهم واضح، بس في بطء بالشغل يعني. إحنا قاعدين في ريجنا هني البرونثية تقريبا حول أسبوعين ثلاثة عشان بس يسوون الشارع. اي يعني يعطيهم العافيه، بس انه كذي بيقول لك تعال شيل السياره وادها البراح، وبوغات انت تكون بالدوام مو موجود، انا طالع بسيارتي الثانيه، ما عندي سيارتين، طالع بسياره وسياره موجوده بالبيت، فشويه يعني فيها اطوال السالفه، بس يعطيهم العافيه. احنا وين شوارع وين قبل لو لو, لو تسهر نص الليل ما حد يسال عنك، الحين واحد يخاف من الثاني.